اليوم هنشوفو في هذا الفيديو كيف تغيير جهاز ستيريو راديو للسيارة فورد فوكس. اليوم غادي نتعلمو كيفاش الطريقة ديال إزالة هذا الجهاز ووضع جهاز آخر من نوع دي في دي نافيغاتور بلوتوث. إذن باش نحيدو هذا الجهاز هذا من البلاصة الموقع ديالو غادي نحتاجو أربعة المفاتيح اللي عندنا هنايا خاصة بالفورد. المفاتيح كتضعو في المواضيع ديالهم. بعد ما وضعنا المفاتيح في الأماكن ديالهم وخرجنا الشجرة من الموقع ديالها الآن غادي نقومو بحذف ديال لي كابل. نعلم أن هاد السيارة كتحتوي على جهاز تيليكوموند اللي كيتحكم في هاد الراديو اللي موجود في هاد المكان. هذا جهاز تيليكوموند. هذا هو الراديو ديالنا الجديد اللي غنديروه في الموقع ديال القديم. اذا عندنا الفيش كومباتيبل مع الفورد فوكس. ايضا هذا الجهاز هذا الراديو هذا كيحتوي على سيستم كانبوس، يعني ان التليكوموند ديالنا غادي تبقى خدامه لينا وخا في هذا الجهاز الجديد غادي تبقى خدامه لينا. كما كتلاحظوا معنا هنا في الكابل ديال الستيريو ديالنا عندنا لي فيش نورمال ديال الصوت وديال لاليمونطاسيون، وعندنا هنا لي فيش الخاص بالكانبوس اي اللي كيجعلنا يخلينا نتحكموا في الستيريو ديالنا من خلال التليكوموند اللي عندنا هنا في الفولون. اول مرحله غادي نركبوا لي كابل في بلايصهم. بعد ما ركبنا لي كابل ديالنا الكابل الجينيرال الكابل ديال لونتين ديال جي بي اس نافيغاتور الكابل اونتين كنوضعوا الشجره ديالنا في المكان ديالها. الآن السجالة ديالنا في المكان ديالها. غادي ندير واحد تيست. كما كتلاحظوا ان الجهاز متعدد اللغات، كنشوفوا انه كيستعمل حتى اللغه العربيه كما كتلاحظوا معايا هنا الخميس. كما كتلاحظوا معايا هنايا النافيغاتور quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi la porte. الآن غادي نفيريفيو واش التليكوموند ديالنا خدامة. عندنا هنا فوليوم بلوس فوليوم موان.
نزيد فوليوم بلوس كما كنلاحظوا انها تتحكم. الان السياره ديالكم جاهزه وشكرا.